المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بيان صادر من هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. فقد ثبت شرعا لدى الهيئة رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبذلك يكون وبهذه المناسبة نرفع أسئلة أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا، فيك الأرواح لها عشق يغسل كوثره الأدران. تجمعنا كالجسد الواحد، نورت منازل ومساجد، وبك الأرواح لها ألق بالصوم إلى العليا صعد. أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان. فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا، فيك الأرواح لها عشق يغسل كوثره الأدران. تجمعنا كالجسد الواحد، نورت منازل ومساجد، وبك الأرواح لها ألق بالصوم إلى العليا. بيان صادر من هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. فقد ثبت شرعا لدى الهيئة رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبذلك يكون وبهذه المناسبة نرفع أسئلة أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا.
الصبر فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا.